هل يمكن اشرح لي واخبار ساره لجميع العاملين بالدوله واصحاب المعاشات استكمال حافز الاسابه 200% بقرار رئيس الوزراء رقم 1118 وفروق الحد الادنى حتى 2019؟ فروق الحد الادنى دي من 2004 حتى 2019 وهي مبالغ بتصل لحوالي 20 او اكتر، 20,000 جنيه او اكتر بدون قضايا. الكلام ده كله موثق بالمستندات يا جماعة، وخليكم معانا عشان نشوف التفاصيل. وافقت المالية على صرف فروق استكمال حافز 200%، وده قرار كان ناس كتيرة جدا مستنياه. وكل اللي ما صرفش 200% هيصرف كل ما صرفش 200% هيصرف الحافز اللي هو 200% ده. طب اللي صرف 100% هيستكملهم له ال 200%، يصرف 100% تاني، واللي صرف 80% هيصرف 120%، وهكذا. والكلام ده مش مننا احنا، الكلام ده بقرار رئيس الوزراء رقم 1118، وحسب الخبر بتاعنا ما بيقول من مصادره. وكمان في فروق الحد الأدنى اللي اتصرفت عن طريق الخطأ، وذلك من سنة 2004 لسنة 2019. كل ده إن شاء الله هتشوفوه معانا النهاردة بالمستندات، وكمان مش كده بس، وكمان بأثر رجعي مبالغ يعني هتصل لحوالي 20,000 جنيه، وكل ده هيكون بدون رفع دعاوى قضائية، ويعني بدون تقاضي. في قرار كان صدر، والقرار ده كان صدر ردا على دعوى قضائية. دعوى قضائية دي كان تم رفعها بأن تكون البدلات على أساس 2016 بدلا من 30/6/2015 طبقا لقانون الحد الأدنى للأجور، واللي صدر 2019، واللي أحدث ضجة كبيرة بين العاملين بالدولة على اختلاف قوانينهم. وانضم عليهم أيضا أصحاب المعاشات، وخاصة من الدفعات التي سنذكرها الآن. هذا المستند عندما سألنا عنه المسؤولين في وزارة المالية تبين صحته، وأن هناك فروق فعلا لهذه الدفعات نتيجة لخطأ في تنفيذ تطبيق قانون الحد الأدنى، وخاصة الدفعات التي استهدفها الحكم على تنفيذ الحد الأدنى فيها كان في كسور لهذه الدفعات. طيب الدفعات بقى اللي عاملين نقول الدفعات أنهي الدفعات بقى بالظبط؟ الدفعات دي هي دفعة 2004، 2009، 2011، 2013، 2014، 2015. دول كده يعتبروا 6 دفعات لغاية سنة 2015. 6 دفعات كان لهم فروق مالية نتيجة عدم تنفيذ قانون الحد الأدنى للأجور. عدم تنفيذ قانون الحد الأدنى للأجور ده عليهم بطريقة صحيحة، يعني كان في غلط في تنفيذ القانون، ودولت كان المفروض انهم مستحقين مبالغ اكتر من اللي خدوها، فده صدر عشان يصحح الوضع. طيب البعض بيتساءل ان انا هعرف منين ان انا دفعة 2005 ولا 2008 ولا مش عارف ايه. بقول له لا، الدفعات دي استحقت فروق مالية نتيجة عدم تنفيذ الحكم بشكل جيد. وعايز اقول لحضراتكم ان الدفعات السابق ذكرها، لما نستعرضها كده بنجد ان في 3 دفعات منهم اللي هي 2004 و2009 و2011 هم اكثر استفادة بهذا الحكم، سواء بفروق مالية او بزيادة على المرتب، واستفاد من قانون الحد الادنى اللي هو 2019. اما الدفعات اللي هي 2013 و14 و15 نجد ان زيادة الاساسي ترتب عليها زيادة جملة المستحق من عائد على الاساسي، فكان لابد من ان يقل الحد الادنى مما يؤثر على صافي المرتب. وبرضه هنلاقي ان الحد الادنى لسنة 2020 قد عوض ذلك. وزي ما احنا شايفين معروض قدام حضراتكم دلوقتي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1234 لسنة 2018 بشأن الاجر المكمل، والذي طالب فيه بعمل لجنة للنظر في هذا الامر، والذي انتهت الى وضع اطار عام للاجر المكمل. هذا القرار تم العمل به من تاريخ نشره، وده كان بتاريخ 10/7/2018، وقد تقدمت العديد من الوزارات بطلبات لصرف هذا الحافز. وهنوري لحضراتكم هذه الوزارات بالمستندات، وهنوري لحضراتكم هذه الوزارات على الشاشة بالمستندات حتى يكون لباقي الوزارات بالمثل، وذلك لخضوعهم لنفس القانون. هذه الوزارات زي ما حضراتكم شايفين دلوقتي على الشاشة، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1119. شوفوا الدرجة بداية من الدرجة السادسة
ألف وباء، شوفوا مبلغ كام، 440 جنيه شهريا، وبتصل إلى الدرجة الممتازة أو الدرجة العليا 1650 جنيه. وطبعا ده مش كلامي، ده مستند قدام حضراتكم. ده بالنسبة للمستند الأول. تعالوا نشوف قرار آخر لمستند آخر لوزارة أخرى، قرار رقم 1118 لوزارة القوى العاملة. البداية الدرجة السادسة ألف وباء، والمبلغ الشهري 700 جنيه، والدرجة الممتازة 3500 جنيه، ومعنى حكم مستند قضائي على هذا القرار. وتم الحكم فيه ب 2000 جنيه شهريا للدرجة الأولى ألف، وهنعرضه على حضراتكم الآن. وده مستند للزميل يخضع لقانون رقم 81 قانون الخدمة المدنية ورفعه 2021 بخصوص الأجر المكمل. وطبعا عايز أقول لحضراتكم إن المبلغ ده بيتفاوت من موظف لآخر، فقد يبدأ من 100 جنيه ليصل إلى 2000 جنيه، وده بيتوقف على الدرجة الوظيفية. وكمان عاوز اقول لحضراتكم والناس اللي هتشوف الفيديو ان احنا بنقدم لكم يعني حاجات بتبقى موثقه احيانا لما بيكون تحت ايدينا المستند اللي هو اقرب كده، عشان برضه حضراتكم تبقوا مطمنين ان الحاجات دي بتبقى بقرارات من رئيس مجلس الوزراء او من يعني هيئه التامينات والمعاشات، عشان تبقوا حضراتكم يعني واثقين ان الكلام بتاعنا كلام موثوق فيه. زي المستند اللي احنا جبناه لكم وعرضه لكم شويه، كان تاريخ العمل به 13/6/2018، بمعنى ان ما قبل صدور هذا القرار، قبل صدور هذا القرار ليس له ايه في الكلام اللي احنا هنقوله دلوقتي. يعني اللي هو قبل صدور القرار ده ملوش في الكلام اللي هنقوله دلوقتي. يعني الفئه من 2018 وحتى الفئه 2023، بعد 2023 مش هنطبق القرار ده عليهم. بعد كده نروح نشوف القرار الثالث بتاع رئيس الوزراء اللي هو 1117 الخاص به وزارة التخطيط. تعالوا نشوف الجدول بيقول ايه. الدرجة السادسة ألف وباء، المبلغ الشهري 700 جنيه والعليا 3200 جنيه، والكلام ده طبعا شهريا. إذا الأجر المكمل زي ما انتم شايفين كده بيختلف من وزارة لوزارة ومن درجة لدرجة. باقي الوزارات الخاضعة لقانون الخدمة المدنية رقم 81 يعملون بالمثل في الصرف والدرجة. ومعانا كمان مستند تاني مكمل بنسبة 100% تم رفعه استنادا على هذه المستندات وهذه القرارات، وتم صرفه فعلا، وهنعرضه على حضراتكم الآن. المستند اللي معانا اليوم النهارده تم رفعه من زميل من القوى العاملة برفع دعوى قضائية لتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء. الدعوة دي يا جماعة بتترفع عشان تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء، يعني مجلس الوزراء بيكون أصدر قرارات معينة وبعض الجهات ما يعني ما بتنفذهاش، فبيضطر الموظفين إن هم ياخدوا القرارات اللي أصدرها رئيس مجلس الوزراء وبيروحوا رافعين بيها دعوة قضائية عشان تنفيذها وعشان يستفيدوا من اللي جه في القرار بتاع رئيس مجلس الوزراء ده. في الحالة بتاعتنا دي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1118 لسنة 2018 بتاريخ صدوره وما ترتب على ذلك من آثار مالية وإلزام الجهة المصدرة بالمصروفات وأتعاب المحاماة، يعني إلزام جهة الإدارة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. رأي المحكمة: إذ أن المدعي يهدف من دعواه المماثلة وفقا للتكليف التكييف القانوني الصحيح لحقيقة طلباته فقد تم الموافقة شكلا وموضوعا بأحقيته في صرف الزيادة بالأجر المكمل المقررة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1118 لسنة 2018 اعتبارا من تاريخ الاستحقاق. يبقى هو المفروض ان هو بأحقيته في صرف الزيادة المقررة طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1118 لسنة 2018 اعتبارا من تاريخ الاستحقاق، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات، وبحيث أن الدعوة قد استوفت الدعوة قد استوفت سائر أوضاعها المقررة لها قانونا، فمن ثم فإنها تكون مقبولة شكلا وموضوعا. طبعا زي ما احنا شفنا وزي ما احنا يعني مكتوب قدامنا، المحكمة حكمت بأحقية الدعوة شكلا وموضوعا وأحقية المدعي في صرف الزيادة في الأجر المكمل المقررة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1118 لسنة 2018. يبقى اللي اتحكم كده في أحقية المدعي في صرف الزيادة في الأجر المكمل والمقررة زي ما قلنا بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1118 لسنة 2018، وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، وزي ما بنقول ألزمت الجهة الإدارية بالمصروفات. وزي ما شفنا ده كان حكم وتم تعديل مرتب المذكور بعد ما كسب الدعوة اللي رفعها، والحمد لله. وزي ما شفتوا احنا عرضنا عليكم كافة المستندات التي تؤيد كلامنا، سواء كان
قرار رئيس مجلس الوزراء أو مساندات قضائية على أثر قرار رئيس مجلس الوزراء، وتم تنفيذ جميع القرارات والدعاوي وصرف الأجر المكمل زي ما قلت لكم، وبيصل شهريا ل 3000 جنيه و 3500 جنيه، والمساندات أصلا موجودة لمن يريد الاطلاع عليها. ويا رب دايما تكونوا فرحانين ومبسوطين، واللي يرفع دعوة قضائية يضطر يعني إنه يرفع دعوة قضائية إن هو يكسبها إن شاء الله، وربنا يكرمكم إن شاء الله وينصر الجميع. ولغاية هنا نكون وصلنا لنهاية الفيديو، معلش وأسف على الإطالة، بنحاول إن احنا نشرح لكم باستفاضة عشان يعني الكل يستفيد. ما تنسوش يا جماعة اللي لسه ما شاركش في قناتنا ينورنا ويفرحنا ويزودنا ويكترنا ويشارك في قناتنا، واللي اشترك يدعمنا ويدعم الفيديو باللايك والشير. اللايك كتير يا جماعة، مش هتغرب حاجة، انزل حط لايك على طول، لأن اللايك كتير يا جماعة بيخلي الفيديو يعم في محركات البحث وبيوصل لكل الناس. كل ما كتر اللايك كل ما كتر الشير يوصل، تخيل انت حالك بتفيد زميل ليك مش عارف ان هو يدخل على حاجه زي كده او بيدور على حاجه زي كده عشان يعرف حقوقه ويعرف مستحقاته، وانت بتكون ليك السبب والفضل بعد ربنا وبعد القناه طبعا عندنا، ان انت بتساعده ان هو يعني يعرف حاجه زي كده، فبيلوك كل ليك الاجر والثواب عند ربنا ان شاء الله، وربنا يكرم الجميع ان شاء الله. اضغطوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. آسف مرة أخرى على الإطالة، كان معكم سيد شاكر من قناة شرح لي، أشوفكم على خير.